زيارة الميت في المنام. لو حد شاف ان هو رايح يزور الميت في المنام، يزوره في المقابر، في الحالة ديت انت عندك مشكلة ومحتاج انك يعني تحس بوجوده معاك، او ربما تكون انت محتاجه في الوقت دوت تحديدا، او بتقول يا ريته كان موجود معايا، والله تعالى اعلى واعلم. طيب لو المتوفي دوت هو اللي جه يزورك في المنام في البيت، في الوضع دوت انت محتاج انك تحس بالامان، وديت رسالة ليك، انت مفتقد الامان، انت مش مرتاح في حياتك، في وضع مسبب لك قلق ايا كان هو. زيارة الجد والجدة المتوفيين في المنام ان هم يجولك، لو انت في مشكلة ربنا بيطمنك انك بامر الله عز وجل ربنا يشد من ازرك وهيكون في حل لمشكلتك. زيارة الام والاب في المنام محتاجين صدقة ودعاء. طيب لو هم جم في المنام وبينصحوك بشيء او بيقولوا لك شيء، ديت رسالة، وخصوصا لو هي الامر بالمعروف، يعني جايين بيقولوا لك على حاجة تعملها او كده غلط، او بيحسوك على صلة رحم، ايا كانت الرسالة الموجهة من المتوفي ليك، فديت رسالة لازم انك انت تاخد بالك منها كويس جدا جدا، وعليك انك انت تعمل بيها لو هي فيها ارضاء الله عز وجل او تصحيح وضع خطأ. ده بالنسبة لزيارة المتوفي في المنام، انك انت تزوره او هو يزورك. لو شفت نفسك في وسط اموات كتير في المنام، خلي بالك ان ديت رسالة تحذيرية انك انت بيحيط بيك اشخاص كتير منافقين، فلازم تخلي بالك من الناس اللي حواليك واسرارك ما تطلعهاش لحد ابدا. لو حد شاف اخوه الميت في المنام ان هو حي، يعني حد ليه اخ متوفي شافه في المنام ان هو صاحي، في الحالة ديت ربنا سبحانه وتعالى هيشد من ازره وهيبعت له اللي يقف جنبه في حياته ويصلح له الامر اللي هو مش قادر عليه دوت. لو حد شاف الابن بيتوفى في المنام، وديت رؤية بتزعج الكثير من الناس، معناها ان بامر الله انتهاء خصومة وربنا هينصرك على عدو ليك، فالحلم ده كويس جدا. لكن موت البنت في المنام مش مستحب ابدا، لانه البنت بتعتبر دنيا وموتها في المنام رؤية غير مستحبة، يعني رؤية تحذيرية. طيب لو حد شاف في المنام ان هو موت شاب في المنام، شاب يعني توفى في المنام، شاف نفسه انه بيتوفى، انت هتتزوج والله تعالى اعلى واعلم. طيب لو حد بامر الله عز وجل، واحدة حامل وشافت نفسها ان هي توفت والناس بيبكوها، يعني بيبكوا عليها بصوت، او ان هم بيحملوها، ديت معناها ان هي هتقوم بألف سلامة بأمر الله عز وجل، وربما ربنا يرزقها عز وجل بمولود ذكر. لو حد شاف في المنام ان هو توفى واتعملت لي جنازة واتحمل على الأعناق الناس حملته دوت، لازم ياخد باله كويس جدا ان الرؤية دي تحذيرية، وان هو يتقرب الى الله عز وجل، وان هو مش بيأدي الفرائض كويس، فخد بالك كويس جدا جدا من الرؤية دي لو شفت نفسك فيها. لو حد شاف في المنام انه بينطق اسم فلان ابن فلان مات، او فلانة بنت فلانة ماتت، وبيتنده بالاسم عليها بكده، او ان في ميت بينده على فلان وبيقول فلانة ماتت او فلان يجي، ده معناه وفاة الشخص دوت، والله تعالى اعلى واعلم، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عنده العلم بالامر دوت. زيارة المتوفي او رؤيته او العطاء او الاخذ منه، او انك انت تشوف حد حي بيتوفى يكون مثلا كبير في السن، سواء شفت امرأة في المنام من سيدات العيلة مثلا بتتوفى، ده معناه لإما وفاة في نفس وفاة إنسانة، وفاة امرأة في نفس سن الست ديت، أو زواج أخت من الأخوات، ودوت بيبقى حسب ملابسات الرؤية نفسها أو حسب الرموز اللي بتجيلك فيها الرؤية. فرؤى المتوفى ليها كتير جدا جدا، وليها أمور كتيرة جدا في التفسير، احنا قدرنا نجيب لكم النهاردة بعضها في زيارة المتوفي، انك انت تروح له او هو يجيلك، او انك انت تشوف الاخ او الجد او الجدة او حد في نفس السن من كبار